حين يمتلئ قلبك بالرحمة فتبسطها على المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعطيك الله مفتاحا من مفاتيح خزائن رحمته. هؤلاء الراحمون حين يتكلم الناس عن العذاب يتكلمون هم عن الرحمة، حين يتكلم الناس عن الظلام يتكلمون هم عن النور، حين يتكلم الناس عن العسر يتكلمون هم عن اليسر والتيسير، حين يتكلم الناس عن التشاؤم يتكلمون عن التفاؤل. إياك أن تخرج من فيك كلمة فيها تشاؤم حتى في أسوأ الظروف. النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرج من فمه كلمة تشاؤم واحدة، حتى وهم يحفرون الخندق يضرب الصخرة ويقول فتحت فارس. كم من اسم غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 60 اسما غيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسماء تشاؤم إلى أسماء تفاؤل. إياك أن تتشائم، وإياك أن تجلس مع المتشائمين، لأن التشاؤم يعدي، الخوف يعدي، الظلام يعدي، المكر يعدي. من أجل ذلك تجتمع الملائكة على حديث هؤلاء الناس الذين يتكلمون عن النور والرحمة واليسر والجمال.